منذ 30 عاما يربي طيور الحسون كهوية حتى أصبح خبيرا في لغة الحسون. خليل حمادة لم يعلم منطق الطير، ولكنه استطاع أن يخرج أحلى النغمات من حنجرة الحسون بعد تدريب طويل ليحافظ على أروع طيور فلسطين والمهدد بالانقراض. يقوم بصناعة أقفاص كبيرة للتزاوج والتفريخ، ثم يقوم برعاية الفروخ منذ يومهم الأول، ويشرف على وضع الطعام والشراب لهم وتقديم العلاج اللازم في حال المرض، إضافة لعمله في البناء. عملية البيض هي عش مثلا فيه 3 بيضات، طبعا بقعد 15 يوم تقعد عليه الأم هي انتهية الحسون، بفقس. بعد ما يفقس بقعد 16 يوم أو 17 بفط العصفور، بكبر شوي بصير إيش بفط، بصير بده يتعلم الأكل. بقعد كمان فترة 10 أيام وأبوه يزقه، لما نصير يعرف يأكل لحاله بصير عمره من 27 يوم ل 28 يوم بنقدر ناخده من عند أبوه وأمه عسبة نصير نعلم فيه. يوضع شريط مسجل عليه أصوات منتقاة بعناية لأفضل طيور الحسون أداء، وبعد 6 شهور يصبح الحسون جاهزا، وقد يصل ثمن من يجيد اللغة التي في الشريط أكثر من 1000 دينار للحسون الواحد، ولكن خطأ في حرف واحد من تسلسل اللغة يجعل ثمنه لا يتجاوز 100 دينار. عصفور بنهر بلالة بعمل عليسك سلبلب سلالالالب سريع، هلقيت عمل عليسك سلبلبلبلبلب سلالالب فسر فسر فسر، يا هذه عندنا حاليا صارت مش مزبوطة. او عمل بعد ما يلالي على السلب لب 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 لا 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 في سريا في سريا في سريا، هذه برضك مش مزبوطة، فلازم يعمل على السلب لب سلالة في سريا. اللبلبة قصيرة والاسنان محدودة. خليل يأمل في التواصل مع دول عربية خارجية كلبنان والمغرب والجزائر وغيرها، يتعرف على طرق تربية الحسون وتعليم اللغة. فنفسنا احنا يصير تعارف ونسافر نشوف كيف بربوا الحسون، يجوا عندنا يشوفوا كيف بنربيه كيف بنعلمه، يصير تعارف يعني شخصيات ونفهم اكثر في الحسون، هم ايش عندهم فهم وايش عندنا فهم، نفهم بعض وندي بعض الطرق الصحيحة. ألوان زاهية مختلفة تخطف انتباه المشاهد قبل أن ينطق الحسون، فتتصدر حاسة السمع على حاسة البصر في انجذاب نحو صوت جميل وانبهار بعظمة الخالق. ما بين المربي والمتربي 6 شهور فقط، يخضع فيها الحسون لدرس يومي من الأصوات ليصبح فيما يعرف بحسون اللغة. لأصحاب المزاج الراقي، معاذ العمودي، الأقصى، غزة، فلسطين.